ذكرنا في الدروس السابقة أن عملية النمذجة في البرنامج لا تتطلب عقدا معرفة بشكل مسبق، حيث تتولد العقد بشكل تلقائي في نهايات العناصر الإطارية وفي زوايا العناصر المحدودة القشرية عند رسمها كما رأينا، ولكن نحتاج أحيانا إلى إضافة عقد خاصة نعرفها بشكل مباشر والتي يمكن أن تكون منعزلة عن العناصر الأخرى. فمثلا إذا أردنا تقطيع العناصر القشرية كما سنرى في الدروس القادمة، فقد نضطر أحيانا إلى تعريف بعض العقد بشكل مباشر، وتتم عملية إضافة عقدة بسهولة ويسر كما يلي: اختر المستوى الذي تريد أن تضيف العقدة إليه، ثم اضغط على الأداة Draw Special Joint، أو من قائمة Draw اضغط على الأمر Add Special Joint، ثم انتقل إلى نافذة العرض الناشطة واضغط في المكان المطلوب والذي يمكن أن يكون أي نقطة في المشهد ثنائي البعد. أما إذا أردت إضافة عقدة للمشهد ثلاثي البعد فلن يمكنك ذلك إلا في نقاط تقاطعات الشبكة فقط. وللتأكد من صحة إدخال العقدة ومن صحة إحداثياتها، يمكنك الضغط بزر الماوس الأيمن على العقدة التي تريد التأكد منها لتظهر لدينا نافذة معلومات العقدة Joint Information، وتستطيع عندئذ أن تتحقق من صحة إحداثيات العقدة، وسنأتي على شرح هذه النافذة بالتفصيل لاحقا، بالإضافة إلى إمكانية التأكد من أطوال العناصر الإطارية ومساحات العناصر القشرية باستخدام الزر الأيمن للماوس بنفس الأسلوب.